ايوه بالظبط، زي ما فهمت كده من العنوان، الفيديو ده مخصص لمعشر الرجال فقط، هو هيخصهم في مشكلتين بس، مشكلة ضعف الانتصاب وسرعة القذف. فالنهارده هنتكلم مع بعض وهنجاوب على كام سؤال بيجوا في دماغ اي حد عنده المشكلتين دول او عنده مشكلة واحدة فيهم على الاقل. اول حاجة هنعرفها ايه هي مشكلة ضعف الانتصاب وسرعة القذف اصلا. تاني حاجة ايه الاسباب اللي سببت المشكلتين دول. تالت حاجة ايه العضلات المسؤولة عن الضعف ده. رابع حاجة ايه هو العلاج. خامس حاجة نتائج العلاج هتظهر امتى، يعني هياخد فترة قد ايه لحد ما يظهر نتيجة العلاج. سادس واخر حاجة، هل في علاجات تاني موجودة ممكن تستخدمها غير اللي هنذكرها النهاردة في الفيديو وغير الادوية؟ ده كله هنعرفه النهارده في الفيديو، فيلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير. بما انك لسه مكمل في الفيديو ما تنساش تنزل تحت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. مشكلة ضعف الانتصاب وسرعة القذف من اكتر المشاكل اللي بتواجه المتزوجين خلال السكشوال انتركورس، او بمعنى العربي خلال العلاقة الحميمية. المشكلتين دول متواجدين بشكل كبير جدا، حتى في دراسة ظهرت في 2018 بتقول ان تلت الرجالة عندهم ضعف انتصاب، والدراسة دي او البحث ده هتلاقيه تحت في الديسكريبشن. يعني دي مش مشكلتك انت او مشكلة فرد او فردين، دي مشكلة مجموعة كبيرة من الناس، يعني مش مشكلة واحد ولا اتنين، فما تقلقش مني. طب ايه هي مشكلة ضعف الانتصاب وسرعة القذف اصلا؟ في البدايه كده خلينا اوضح حاجه، ان مشكله ضعف الانتصاب وسرعه القذف دول مشكلتين منفصلتين تماما، دي مشكله ودي مشكله، مش بيجوا شروه واحده سوا، دي حاجه ودي حاجه تاني خالص، ما تخليهمش يدخلوا مع بعض في دماغك. مشكله ضعف الانتصاب او الاركتايل ديسفانكشن دي تعريفها عباره عن انك مش قادر تحافظ على الانتصاب خلال السكشوال انتركورس، او بمعنى يعني مش قادر تحافظ على الانتصاب خلال العلاقه الحميميه، او بمعنى تاني ان مفيش انتصاب اصلا. تاني مشكله واللي هي سرعه القذف او بريماتور ايجاكيوليشن، تعريفها ان سرعه نزول السائل المنوي خلال دقيقه واحده من العلاقه الحميميه. لو انت بتتاخر مثلا ازيد من دقيقه، يعني 3 او 4 او 5 دقائق، كده انت سليم، فله شمعه منوره، مش بتعاني من المشكله دي خالص. او بتعريف تاني اللي هو سرعه نزول السائل المنوي او في سرعه في القذف خلال بدايه العلاقه الحميميه. بس ما تخلطش ما بين المشكله دي اللي هي سرعه القذف وما بين العاده السريه. الناس اللي في العاده السريه اللي عندهم سرعه القذف مش شرط انهم بعد الجواز يكونوا بيعانوا برضو من سرعه القذف، ده شيء وده شيء تاني خالص، ما تخلهمش برضو يخشوا في دماغك ويختلط الامر عليك. مش شرط انك انت كده وقت العاده السريه يبقى او وقت ما انت تتزوج ان برضو تعاني من سرعه القذف. طب ايه هي الاسباب اللي سببت المشكلتين دول؟ نرجع تاني هنا ونجمع ما بين المشكلتين في الاسباب، لان اسبابهم تعتبر واحده او مشتركين في نفس الاسباب. اول حاجه من الاسباب اللي هي مجموعه من الامراض او بعض الامراض بتوديك للمشكلتين دول. اول حاجه اللي هي امراض القلب، اللي هي الناس بتعاني من امراض القلب او الضغط العالي او حتى التصلب المتعدد، او مريض السكري، او المريض اللي عنده انخفاض في مستوى هرمون الذكوره اللي هو هرمون التستوستيرون. وهرمون التستوستيرون لما بينخفض ليه اعراض وليه اسباب كتيره ودته للانخفاض، وبرضه ليه علاج. وهتلاقيني هنا في القناه متكلم عن الهرمون ده وازاي تزوده وايه العلاج وايه اسباب النقص، اتكلم عنه بالتفصيل، تلاقي فيديو في القناه بعد ما تخلص الفيديو ابقى روح شوفه. في نوعيه تانية من الاسباب اللي هي المشاكل النفسيه او الحاله النفسيه، اللي هي الضغط العصبي او بسبب الاكتئاب او بسبب التوتر. الاسباب النفسيه برضه بتوديك للمشكلتين دول. ثالث نوع من الاسباب اللي هي السمنه، الناس اللي تعاني من السمنه بتعاني برضه من ضعف الانتصاب ساعات، ده بسبب ان مريض السمنه ساعات بتجتمع عليه اكتر من حاجه، يعني يكون عنده السمنه ومريض ضغط ومريض سكر في نفس الوقت، وكمان المدخنين. تخيل كده ان في حد زايد في الوزن بيعاني من الضغط وعنده السكري ومدخن، الثلاثه دول او الامراض دي كلها مع بعض بتوديك لمشاكل دي. في اسباب تاني واللي حاليا بقت سبب مؤثر جدا في الموضوع ده، واللي هو عدم الاكتفاء او عدم الرغبه بسبب المؤثر العصبي اللي تعودت عليه بطريقه غلط. في ناس تعودت تشوف او بمعنى اصح ادمنت تشوف الافلام الاباحيه، فده في حد ذاتها خلاها يحطها في عدم الاثاره، بمعنى انها كل شويه شايفه اشكال والوان جديده من الستات، انما هو متجوز واحده بس، فبالتالي هو هيمل وهتقل الاثاره ناحيتها بسبب انه متعود او مفكر انه المفروض يكون في تغيير وتجديد كل شويه، كأنه هو ده ما بيحصلش، فبالتالي بيحطه في المشكلتين دول، بدايه الطريق للمشكلتين دول. وفي سبب تاني مهم واللي الفيديو النهارده قايم عليه، واللي هو عضلات الحوض. ضعف عضلات الحوض بيوديك للمشكلتين دول على طول. عضلات الحوض بشكل اول كده مسؤوليتهم اللي هو يحافظوا على انتصاب قوي ويأخر القذف لوقته او لحد الوقت المعين بتاعه. طب ايه هي العضلات المسؤولة عن الضعف ده؟ زي ما انت شايف كده عضلات الحوض ماسكة من فتحة الشرج ومحاوطة الحتة اللي حواليها وماشية لحد العضو الذكري وبرضه محاوطة الحتة اللي حواليها. دي كلها عضلات الحوض. وظيفة عضلات الحوض اصلا زي ما قلنا انها بتحافظ على انتصاب وبتأخر سرعة القذف في العلاقة الحميمية، كمان ان ليها وظيفة تانية انها بتزود الضغط جوه الجسم، مش معنى الضغط اللي هو المرض الضغط، لا، ان هي بتزود الضغط
وقت ما انت بتيجي ترفع حاجه او وقت ما انت بتكح او وقت ما انت بتقوم بانشطه مختلفه معينه كده، كمان انها بتشيل مجموعه من الاعضاء ومن الاحشاء زي المثانه مثلا، فهي برضو شايلها. غير كده العضلات دي لما بتضعف بتوديك للمشكلتين دول، اللي هي مشكله ضعف الانتصاب وكمان مشكله سرعه القصف، بالاضافه لكده بتوديك لمشكله ثالثه اللي هو خروج سلس من البول والبراز وانت مش حاسس او انت مش متحكم فيه، بيخرج غصب عنك. عارف انه ده كلام ممكن يبان محرج ومقرف في بدايه الامر، بس ده مشاكل موجوده على الارض الواقع حقيقيه وليها ابحاث ومثبته وليها طرق علاج مختلفه وليها طرق علاج قويه اكتر من غيرها. فنرجع تاني لموضوعنا، وانا اللي يهمني هنا هو علاج العضلات دي، وهو علاج فعال جدا 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 واحسن من الادويه كتير في علاج المشكله دي. وخليني اقول لك ان الادويه اللي هي متمثله في سيلدينافول اللي هو الماده العلميه او الماده الكيميائيه لادويه كتير واشهرها الفجره اللي بتستخدمها في علاج سرعه القصف او ضعف الانتصاب، دي كلها عباره عن ادويه مؤقته بتديك ناتج وقتي اللي هو مثلا مفعوله نص ساعه ولكنه على المدى البعيد مش بينفع. غير ده انها عباره عن مواد كيميائيه دخلت جسمك فممكن الناس تتضر منها. وعلى فكره ده مش كلام خلاص، ده كلام على ارض الواقع وفي ناس بتتضر منه وفي حالات زي كده موجوده كتير. طب العلاج اللي لسه هنقوله احسن من الادويه دي في ايه؟ العلاج ده بيديك ناتج على المدى البعيد، بمعنى انه بيديك ناتج قوي جدا في فتره صغيره وبيستمر معاك لزمن طويل جدا ومش بتحتاج تاخد ادويه، يعني مفيش مواد كيميائيه دخلت جسمك ممكن تضرك. طب ايه هو العلاج؟ هتشم جمبري. هتشم جمبري ايه بس؟ العلاج عبارة عن تمرين واحد بس. التمرين ده قوي جدا 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 في علاج المشكلتين دول وتقوية عضلات الحوض، كمان بيزود قدرتك، وانت فاهمني مش لازم اوضح اكتر من كده. التمرين ده اسمه كيجل اكسرسايز. طب التمرين بتعمله ازاي؟ التمرين ده عبارة عن خطوات بتمشي فيه، خطوات سيكونس كده، مجموعة من الخطوات واحده ورا واحده ورا واحده، ابو بتخلص خطوه معينه بتخش على اللي بعدها وهكذا، بتمشي في مجموعه خطوات لحد ما تعمل التمرين بطريقه صح. فعشان تعمله صح خليك صاحي معايا وخليك متبع خطوه خطوه. اول حاجه فيهم او اول خطوه فيهم انك تتعرف على عضلات الحوض. تقول مثلا دي مشكله عشان اعرف عضلات الحوض، طب ما ادي الحوض وادي العضلات فيه. هقول لك ان دي مشكله بس عشان انت بتعرف مخك وجسمك ان العضلات دي موجوده في المنطقه دي وبتعمل الحركه الفلانيه وبتقوم بالشكل المعين من الحركه العلانيه، اهو ده في حد ذاتها مشكله انك بتعرف جسمك عليها وبتعرف عقلك وبتخليك تتحكم فيها بشكل واعي. هو مخك مش غبي، بس انت بتعرف مخك عن العضلة دي وعن حركتها بشكل واعي، يعني تحت ارادتك وتصرفك. طيب هتتعرف عليها ازاي؟ هتقسمها على ثلاث اجزاء عشان تتعرف عليها. اول جزء او اول حاجه وانت بتعمل حمام بول عادي، يعني انت بتتبول عادي، وقت ما انت بتعمل حمام بتقطع حمام البول، يعني بتوقف التبول، تحس ان في عضلات انضغطت، اهو دي اول جزء من العضلات انت عرفت جسمك وعرفت مخك عليها وعرفت انها بتشتغل ازاي. ثاني جزء من العضلات وانت وبتطلع غازات توقف برضو اخراج الغازات دي، هتلاقي ان في عضلات انضغطت، اهو ده ثاني جزء من العضلات هتعرف جسمك عليها. ثالث جزء من العضلات هتكون واقف قصاد المرايه وانت شايف نفسك. بعد كده هتشد عضلات العضو الذكري ناحيك، هتحس ان كيس الصفن اترفع لفوق وان العضو الذكري نفسه كش ودخل لجوه شويه، او ده ثالث جزء من العضلات عرفت عليها جسمك. الوضع ده او الحركات دي كلها مش هتيجي من مره واحده صح، انت هتجرب مره في مره في مره لحد ما تجيبهم صح. بس مش كل ساعه تقوم اضع حمام البول بتاعك عشان تتعرف على العضلات دي، ده غلط وممكن يضر بيك، لا انت تعملها مره واحده في اليوم لحد بس ما تقدر تتعرف على العضلات دي صح. خلاص انت تعرفت على المرحله دي او تعرفت على الخطوه دي صح وعرفت تشغل الثلاث عضلات، نخش على الخطوه الثانيه. ثاني خطوه بعد ما قدرت زي ما قلنا انك تشغل العضلات، هتقوم ضغط الثلاث عضلات دول لمده 3 ثواني ومريح 3 ثواني وتعمل 10 عدات، يعني هتشغل الثلاث عضلات دول مره واحده مع بعض، هتضغطهم لمده 3 ثواني، يعني تضغط وتصبر 3 ثواني، تعد 1 2 3 وبعد كده تريح برضو 3 ثواني وتعد 1 2 3، وهتعمل التمرين زي ما قلنا 10 عدات 3 مجموعات او 3 مرات في اليوم. ثالث خطوة او ثالث مرحلة بعد ما خلاص انت قدرت تجيب المرحلة الثانية بطريقة كويسة وتعد 3 ثواني وانت ضغط العضلات، هتقوم مزود الوقت، هتعد 5 ثواني وانت ضغط الثلاث عضلات دول، ضغطهم يعني وبتعد 5 ثواني وبعدها هتريح 3 ثواني بس وتعد 10 عدات، يعني تضغط العضلات و5 ثواني وانت ضاغط و3 وانت مريح. والتطور ده في الوقت او زيادة الوقت ده اللي هو من 3 ل 5 ثواني هتجيبه بعد اسبوع او اسبوعين من التدريب المستمر اللي هو يومي على العضلات دي. رابع خطوة او رابع مرحلة بعد برضه ما قدرت انك تتخطى 5 ثواني وانت ضاغط، برضه هتزود فيها الوقت، هتزودهم من 5 ثواني ل 10 ثواني، يعني تضغط الثلاث عضلات وتعد 10 ثواني من 1 ل 10 وبعد كده تريح 3 ثواني وهتعد 10 عدات برضه 3 مرات في اليوم، يعني تضغط لمده 10 ثواني وتريح لمده 3 ثواني وبعدها تكرر. وبرضه الزياده في الوقت دي هتجيبها بعد اسبوع او اسبوعين من التدريب على الخطوه اللي فاتت. خامس خطوه او خامس مرحله معانا انك انت هنا هتزود عدد العدات. انت خلاص المرحله اللي فاتت قدرت تتعود عليها وانك تعد 10 ثواني وتثبت وانت ضغط العضلات دي، المره دي انت هتثبت 10 ثواني برضه وهتريح 3 ثواني بس هتعد 20 عده، يعني هتضغط عضلاتك لمده 10 ثواني وتريح لمده 3 ثواني وتعد 20 عده كل مره،
بمجموعهم كله في اليوم يعني كم مرة هتعدها في اليوم؟ حوالي 60 مرة، ولو تقدر تزود عن كده زود. لما بتتعود عليها بتقدر تعملها بأي شكل وفي أي يوم، يعني وانت وسط الناس كده في الاستخبص ممكن تقدر تعملها، او انت بتعمل انشطتك اليوميه عاديه خالص وانت بتشتري طلبات وانت قاعد على المكتب ممكن برضه تعملها وتبدا تعد ومحدش هيحس بيك. بس خد بالك من حاجه، مش خد بالك من الناس يعني، خد بالك من حاجه في التمرين ده او حاجتين. اول حاجه انك ما تشغلش معاهم عضلات بطنك وعضلات المؤخره، لازم ما يشتغلوش وقت التمرين ده، لو اشتغلوا هيعتبر ان التمرين ده غلط. لازم وانت بتعملهم تتاكد ان عضلات بطنك وعضلات المؤخره او مقعده مش مضغوطين معاك وقت التمرين، وده تتأكد منهم مع أول مرحلة وانت شغال انك تعود جسمك ما يشغلهمش، أو تاني مرحلة بس عشان تعود نفسك وتعود جسمك ما يشغلهمش مع التمرين ده. تاني حاجة تاخد بالك منها انك مش لازم تكتم نفسك وانت شغال في التمرين ده، انت مش داخل مسابقة غوص ومين هيكتم نفسه أكتر هيفوز، لا انت تتنفس براحتك عادي جدا وانت بتعمل التمرين ده خالص عشان ما تأثرش على نفسك. طب نتائج التمرين ده او نتائج العلاج ده هتظهر امتى؟ هتظهر خلال اسابيع، من 4 ل6 اسابيع. مع الاستمرار على التمرين ده بطريقه منتظمه وكل يوم تعمل التمرين ده بشكل منتظم هتوصل للنتيجه دي في اسابيع. وعايز اقول لك تاني برضو، هو الامر برضو تحسه محرج ومقرف حبتين، بس دي مشكله على ارض الواقع وناس كتيره بتشتكي منها وتروح لكذا دكتور وبتغير كل مره دكتور وبتغير كل شويه دواء عشان تتعالج من المشكلتين دول، يعني دي حاجه موجوده في الارض الواقع. اخر حاجه، هل في علاجات تاني غير اللي ذكرناها النهارده اللي هو التمرين وغير الادويه لعلاج ضعف الانتصاب او مشكله سرعه القصف وبالذات ضعف الانتصاب؟ ايوه في علاجات تاني، زي انك ممكن تستخدم جهاز الشوك ويف، او تاني حاجه اللي هو فاكيوم كونستراكشن ديفايس، وتالت حاجه او تالت طريقه للعلاج حاجه اسمها انفليتبل اند نون انفليتبل بينال بروسيسس. دي اشكال مختلفه من العلاج او طرق تاني مختلفه من العلاج غير الادويه وغير التمارين، مع ان التمارين اقوى شيء فيهم من العلاج. لو لقيت بس 200 لايك النهارده على الفيديو ان شاء الله هعمل لكم فيديو جديد عن الثلاث حاجات اللي انا ذكرتهم سريعا في الفيديو ده النهارده. ما تنساش بس تشير الفيديو ده، مش لازم على الصفحات العلنيه، بس للناس اللي انت عارف انها ممكن تعاني من المشكله دي او ما بين جروبات الشباب. ما تنساش برضو تنزل تعمل لايك تحت للفيديو وتشترك في القناه لاول مره تشوفني. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.